الاستعداد فتحت البوابات مشاهدينا الكرام لتنافس يجمع حصن الثلاث سنوات الباحثة عن الانتصار الأول على مسافة 1400 متر 20 رأس. في هنالك ثمانية أسماء مصنفة تبحث عن الانتصار، هنالك أسماء تشارك للمرة الأولى، خمسة رؤوس تبحث عن الانتصار الأول. هنالك الدخول من غويج الذي يبدأ من الخارج في هذه اللحظات للتقدم مع الخيال محمد الشريمة، مع محاولات التقدم كذلك من قبل خبرني أيضا في المسار الداخلي، مع محاولات أيضا الدخول للمحاولات من قبل المستشيط الآن الذي يتقدم في المرتبة الثانية، مع محاولات تقدم أيضا حوت الجرين الذي يبدأ في المرتبة الثالثة، في معويغ ويج يتقدم في صدارة هذا الشوط للبحث عن الانتصار الأول. غويج مع محمد الشريمة يذهب في 400 متر الفاصلة، من يأتي؟ هنالك حوت الجرين الذي يبحث ايضا للمطاردة، مع ايضا المستشيط، مع محاولات الدخول من المصفح في ظهوره الاول، وهنا ربما يقضي بدخول حوت الجرين ايضا للدخول. النزال يشتد، حوت الجرين يداهم الان مشاهدينا الكرام مع المصفح ايضا من الداخل للمباغتة، انه نزال البحث عن الانتصار الاول. هنالك الدخول من